السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. حبايبي تعالوا يلا بينا لموضوع مهم جدا، وهو موضوع الايميل. الايميل هو سؤال جديد معانا السنة دي، المفروض ان انا اعرف ازاي بكتب الايميل والاسس والقواعد اللي انا من خلالها اقدر اكتب ايميل كويس وممتاز. طبعا مهم جدا في الايميل حبايبي ان انا اقرأ رأس السؤال. الايميل طبعا غير الباراجراف، لان الايميل بيبقى فيه حاجات موجودة في رأس السؤال لازم اكتبها، في حاجات ثابتة في الايميل بكتبها، والحاجات دي حبايبي باخد عليها درجات. طيب تعال نشوف كده بيديني رأس السؤال في الايميل ازاي. هنا بقول لي write an email of 7 sentences، اكتب ايميل من 7 جمل. تاني اكتب ايميل من 7 جمل. تعال نشوف، بيقول لي write an email to your friend علي to tell him about your school library، عشان تقول له عن مكتبة المدرسة. Your name is عمر، يعني انت اسمك عمر. And your email address is عمر@gmail.com، ده عنوان البريد الالكتروني بتاعي. Your friend's email address is علي@gmail.com. طبعا مهم جدا حبايبي رأس السؤال، ليه؟ لان بعرف منه حاجات معينة محتاجها في كتابة الايميل. اول حاجة انا عرفت ان صديقي اسمه علي، انا عرفت اسم صديقي. تاني حاجة ان انا عرفت ان انا اسمي اللي حمضي بيه تحت هو عمر. طيب تالت حاجة عرفت عنوان البريد الالكتروني بتاعي انا، وكمان عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقي. طيب حاجة مهمة جدا بقى حبايبي، هو ان انا اعرف الموضوع بيتكلم عن ايه. طب انا هعرف منين؟ اللي جاي بعد about، اللي هي tell him about your school library، مكتبة المدرسة بتاعتك. يبقى هنا ده رأس السؤال بتاعي، ده اسم الموضوع اللي انا هكتبه في كلمة subject، شكل ما هنشوف دلوقتي. طيب الايميل حبايبي فيه حاجات اساسية كده موجودة اصلا عندي، اللي هي to وfrom وsubject. يعني ايه to يا مستر؟ يعني الايميل ده رايح لمين. وهنا هكتب عنوان صديقي، تاني هكتب عنوان صديقي مش عنواني انا، عنوانه الالكتروني. طيب from من مين؟ يبقى هكتب عنواني انا. طيب subject حبايبي اللي هو الموضوع. طيب قلت to بكتب عنوان صديقي، وfrom بكتب عنواني انا، وبعدين subject الموضوع. كل ده هيجي منين؟ من رأس السؤال. خلي بالك الحاجات دي باخد عليها درجات. طيب قلت فين عنوان صديقي؟ علي اهو، طبعا small letters، علي جدا علي. خلي بالكوا العلامة دي اسمها @gmail.com. تاني علي @gmail.com. طب فين عنواني انا؟ اهو عمر@gmail.com. طيب انا كده كتبت عنواني وعنوان صديقي. طب السبجكت الموضوع، الموضوع بيجي بعد كلمة about، اللي هي حبايبي ها your school. بس يور دايما او يو بتتحول، يعني يور تتحول لماي وانا بكتب رأس السؤال، ويو تتحول لاي، يبقى يو لاي ويور لماي. فهنا هكتب ماي سكول لايبرري، يعني مكتبة المدرسة. تاني ماي سكول لايبرري اللي هي مكتبة المدرسة. طب ايه السطر ده يا مستر؟ السطر ده حبيبي بكتب فيه dear يعني عزيزي، او كلمة هاي، واسم صاحبي اللي انا باعت له الجواب. طب انا باعت لمين الايميل؟ سوري، انا باعت لمين؟ لعلي. فحقول dear علي واحط الكومة بتاعتي. طب وبعدين؟ قال لي اول سطر حبيبي مكتبوش من اول السطر، ما ابتديش من اول السطر. امال هبتدي منين يا مستر؟ قال لي من تحت علي، من تحت الاسم. طيب في حاجات ثابتة بقى في أي إيميل حبيبي بكتبها وأنا جاي بكتب الإيميل. تاني حاجات ثابتة كده أحفظها وأكتبها في أي إيميل. طيب
ايه هي اول حاجة لازم اسأل عن صحته؟ يعني هقول له how are you، how are you يعني كيف حالك، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. طيب وبعدين قال لي، بقول له ان انا سعيد ان انا ببعت لك الايميل ده، فاقول له I'm happy يعني انا سعيد to send you يعني ان انا ارسل لك. تاني سطر بقى ببدأه من الاول، this email يعني انا سعيد ان انا ابعت لك الايميل ده. طيب دي لازم اكتبها في اي ايه، في اي ايميل. وبعدين ببدا اكتب له انا عايز اكلمك عن ايه، برضو دي ثابته. طب هقولها ازاي؟ قال لي I would، او ان انا اكتبها ابوستروفي دي، like to tell you about يعني انا عايز اخبرك عن. لحد كده ده كله بينكتب في اي ايميل. وبعدين اجيب له بقى رأس الموضوع بتاعي اللي هو my school library. يعني انا عايز اكتب لك عن المكتبة بتاعت المدرسة بتاعتنا. طيب عشان اكتب عن المدرسة لازم اقول الاول ان انا بحب المدرسة، يعني هقول I like my school يعني انا بحب مدرستي. تاني I like my school، هقول هي كبيرة ونظيفة، فاقول it is big and clean يعني هي كبيرة ونظيفة. ولاحظ بعد كل جملة بحط فلسطاب وببدأ بكابيتال لتر، بحرف كابيتال، اوعى تبدأ بحرف سمول. طيب قلت خلاص عن المدرسة، هبدأ اقول ان المدرسة دي فيها مكتبة، يبقى هقول it has هي المدرسة يعني ادي عايدة على المدرسة a library يعني هي فيها مكتبة. تاني it has a library يعني فيها مكتبة. هبدأ أوصف المكتبة دي، يعني هقول my school library يعني مكتبة المدرسة بتاعتي is clean نظيفة and quiet sorry and quiet quiet حبيبي بمعنى هادئة. تاني is clean and quiet. طيب انا كده وصفت المكتبة، المفروض ان انا اقول ان انا بروح هناك امتى، فاقول مثلا I go there، وشكل ما قلنا حبيبي ان كلمة there دي معناها هناك، فاقول I go there يعني انا بروح هناك twice مرتين a week في الأسبوع. تاني بروح هناك مرتين في الأسبوع، ممكن أقول أنا بروح مع مين، I go with my friends بروح مع أصدقائي، وأحط الفلسطوب بتاعتي. المفروض أقول بقى بعمل إيه، فأقول I read books بقرأ الكتب. ليه؟ هقول it has لان فيها different kinds يعني انواع مختلفة of books من ايه يا حبيبي؟ من الكتب. يبقى انا كده كتبت عن المكتبة بتاعت المدرسة بشكل جميل ومنسق، وفي نفس الوقت قدرت اكتب الايميل شكل ما هو عايز. يبقى اذا لازم اقرا راس السؤال كويس، لان طلعت منه عنوان صديقي وعنواني واسم صديقي واسمي كمان، وكمان عرفت موضوع الدرس وبكتبه فين. عرفنا اني بكتب دير والاسم، لغيت هنا محفوظ حبايبي، ده لازم احفظه وده لازم احفظه ودي لازم احفظه لغيت كلمه اباوت. وهنا ببدا اغير على حسب عنوان الدرس واكتب الموضوع بتاعي.
اخر حاجة خالص حبايبي بكتب best wishes. best wishes السطرين دول حبايبي بكتب best wishes مع اطيب امنياتي، وممكن اكتب اسمي على طول او اكتب yours عزيزك واكتب اسمي اللي هو عمر. يبقى انا كده كتبت موضوع او كتبت ايميل مثالي اخد عليه درجة نهائية ان شاء الله. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من الشرح بتاعنا النهاردة ويقدر يساعدكم في حل أي كتاب سواء كان المعاصر أو غيره. استنونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، ودي هتكون مع موضوع الريدينج بتاع الوحدة الأولى، وده دايما بيبقى آخر درس بيديني موضوع الريدينج المفروض أقرأ كويس وطلع اللانجوج نوتس اللي موجودة فيه عشان اقدر احل. يلا شير لكل زمايلك ان شاء الله عشان الكل يستفيد ويستنانا في الحلقة اللي جاية. جود باي، السلام عليكم.